جاهزين كابتن طارق العشري سي في عن طارق العشري بالكامل. سي في اللي هو الناس ما تعرفوش. سيبين الناس ما تعرفوش اللي هو كل الناس عارفه عن طارق العشري كل حاجه. انا اسمي طارق عبد اللطيف سيد عشري من مواليد كفر الدوار. لعبت في اتحاد اسكندريه حوالي 20 سنه كابتن نادي الاتحاد. لعبت منتخب عسكري، لعبت منتخب مصر، بطلت سنه 99 وبعدين التحقت بفريق السواحل سابقا كمدرب مساعد مع كابتن محمد عمر، وبعدين انا توليت المسؤوليه من 2000. صعدنا 2001 للدوري الممتاز، قعدت 4 سنين مع الكابتن حلمي طولان مساعد. 2005 توليت المسؤوليه، مشيت 2010 2011 جيت هنا انبي، توليت المسؤوليه موسم 2012 2012 13 توجهت لبنغازي، توليت مسؤوليه بنغازي، اهلي نادي اهلي بنغازي، وبعدين رجعت الموسم ده تاني مع امشي. عندي 49 سنه، ليا 3 اولاد احمد ومصطفى ورودينا، 2 في لوجيستيك ورودينا في اولى سنه. الله يخليك. كابتن هنتحرك، مفيش اي حاجه لنادي في اسكندريه؟ هو النادي الوحيد هو كان نادي حرس الحدود او السواحل، النادي اللي انا بطلت من بعد الاتحاد هو توليت مسؤوليته. طب ليه ما فيش مثلا، كان انت حضرتك عارفين ان نادي سموحه بالذات ليه توليت سموحه فتره من الزمن، يعني بين كنت ماسك مدرب عام قبل ما اروح حرس الحدود، كنت مدرب سموحه وهو في الدرجه الثانيه، وبعد كده رحت حرس الحدود السنه اللي توليت فيها 2005. ودلوقتي ما فيش اي اتصالات؟ لا 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 لا، ولا الاتحاد ولا الاتحاد، يعني انا دايما اتجهاتي خارج بره اسكندريه. والله سموحه حقق طفره جيده جدا، وهو لو كان عنده في رايي الشخصي لو عنده طموح البطوله كان خد البطولتين، لكن اللي انا شفته ان هو افتقد روح البطوله. بالنسبه لصفقات الكابتن نادي امبي، صفقات الجديده؟ والله النادي متضم مجموعه جيده من اللاعبين، يعني بدايه من لاما لاعب الداخليه هو ابو عزيز موسى، احمد سالم الصافي، شرويده، احمد جعفر، احمد اشرف من نادي النصر، محمود فتحي من نادي الاتحاد، يعني دي ممكن نقول اغلبها. بنختبر لعيب من منتخب غانا في قلب دفاع اسمه نوري سوليمان، وده من منتخب غانا المحليين، بيلعب في هارتس اوف اوك. يعني دول المجموعه، يعني ما كنتش نسيت حد من اللاعبين اللي احنا ضمناهم، بالاضافه طبعا للمجموعه القديمه المتمثله في رامي وابراهيم والحلواني وناصف ومنصف وصلاح عاشور ومحمد صبحي واحمد صبحي. دول المجموعه يمكن القديمه اللي متذكرهم حاليا، يعني بالنسبه للمجموعه الناشئين. والله ان شاء الله احنا ماشيين خطوه خطوه. احنا خلي بالك احنا في اول المهام انا ببني تيم يعيد بامبي مره اخرى لذاكره التنافسات، الفرق اللي كانت بتنافس فريق النادي الاهلي فريقنا. بنبني تيم ان شاء الله. يعني خلينا نمشي مرحله مرحله، لا يعني انا دايما في طبعي المنافسه، لكن خلينا نمشي مرحله مرحله. نمره واحد ابني التيم، نمره اثنين ابتدي لما اشوف ان انا وصلت لمرحله معينه احط رجلي على اول خطوات، لكن ما فيش شك امبي ان شاء الله باذن الله هيبان بصوره مغايره باذن الله عن السنه اللي فاتت. لا الحمد لله في تفاهم كبير جدا مع مجلس الاداره، الاستاذ ماجد نجاحي رئيس مجلس الاداره ومجلس ادارته، في تفاهم كبير جدا على التارجت اللي احنا عاوزين نوصل له، وهم عارفين ان طارق العشري بيحب يشتغل على تارجت معين، وبحب التيم اللي انا شغال فيه ان يبان في احسن صوره. الحمد لله رب العالمين كل الفرق اللي انا رحتها حتى نادي اهلي بنغازي الحمد لله، يعني الناس كلهم اشادوا بمدى المجهود، لدرجه ان نادي اهلي بنغازي وصل لمستوى كبير جدا في الفتره الاخيره ممثلا لليبيا في البطوله الافريقيه. وبالنسبه للشباب،
عندنا مجموعة جيدة من الشباب يعني، يكون ليهم فرصة عندنا للمشاركة طبعا احنا بنعمل تيم فيه ميكسينج بشكل كويس جدا، عندنا مجموعة جيدة من الشباب ان شاء الله كلهم دور باذن الله معانا باذن الله تعالى. في أسامي معينة؟ في عندك مجموعة الشباب، عندنا في احمد رفعت، في عندنا محمود صبري، في عندنا محمد سمير، في عندنا طارق سامي، في عندنا نسيت برضو الاثنين لعيبه اللي احنا استقدمناهم من الالومنيوم، محمد بكار ورمضان ربيع وقعود، محمد قعود، محمود قعود من نادي المنيا، دول برضو بالاضافات اللي احنا اضفناهم. سبب رحيلك عن انديه الموسم ده كابتن؟ والله خلاف يعني، اختلفنا على السياسات والهدف اللي النادي، اللي انا كنت شايف بحط نادي انبي في تارجت معين. انا دايما بحب التيم زي ما قلت اللي بشتغل معاه ان يكون في تارجت معين يعني. والله الناس يعني عرضوا عليا استاذ ماجد نجاتي والكابتن عبد الناصر مدير الكوره، ووعدوني طبعا ان كل المشاكل اللي كانت سابقه ان شاء الله هتذلل بشكل كبير جدا. بتتمحور في الهدف، الهدف النادي ام بي بيحب يحققه، كان الهدف بتاع المجلس الاداره السابق ان هم عاوزين يبنوا تيم يتواجد في الدوري الممتاز. انا كنت بحب ان انا احط، انا حتى انا سبت انبي وهو في المربع الذهبي، وكنت بقول ان هو لو دخل المربع الذهبي هينافس على بطوله الدوري، وانا كنت واثق ان احنا كنا هننافس على بطوله الدوري، على كل البطولات اللي احنا كنا هنشارك فيها سواء الكاس او لا، وسبتهم وهم في دور الثمانيه. للاسف خسروا كل ده، وكان نتيجتها ان نتيجة هدف معين في إشراك عدد كبير جدا من الناشئين بدون موضوعية بدون دراسة، نتج عنه إن الإنبي نزل بشكل كبير جدا في المستوى، وكان قاب قوسين أو أدنى من النزول للدرجة الأدنى. وعشان تشرك ناشئ لابد من معايير عشان تكسب الناشئ وتحقق الهدف في نفس الوقت، ما تحرقش الناشئ ده. تجربة كبيرة جدا يعني، الحمد لله يعني تجربتي مع حرس الحدود من أول صعودي للدوري الممتاز، ومرورا بالعمل مع الكابتن حلمي طولان، ثم العمل بمفردي كمدير فني، كلها نجاحات الحمد لله رب العالمين. في الوقت اللي أنا توليت في حرس الحدود، حرس الحدود حقق 3 كؤوس وتواجد على الخريطة التنافسية بعد ما كان في مراحل بيتواجد في المراحل الوسطية أو الشرفية، لا اتنقلنا لمرحلة لدرجة إن أنا سبت حرس الحدود في المركز الأول في السنة اللي اتلغى فيه الدوري بسبب حادثة الأهلي والمصري. كان الحدود مركز أول على الدوري، ولو كان استكمل الدوري كان ممكن الحدود يحقق مفاجأة مدوية يعني. علاقتي قوية جدا بسيادة المشير، لأن المشير طنطاوي الأمانة سندني كتير جدا، وكان صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إن أنا أتواجد بشكل كبير جدا مع حرس الحدود، أعطاني فرصتي. لو كنت في نادي تاني غير نادي حرس الحدود أعتقد إن كنت ممكن، لأن أنا مريت بإخفاقات ونجاحات، الناس صبرت عليا وعارفة فكري وشافت شغلي فصبرت عليا الحمد لله لحد ما اتحقق نجاحات. فأنا طبعا بشكره ودايما بتذكره بالخير، ربنا طبعا يديله الصحة في الفترة الأخيرة، فأتمنى له يعني إن شاء الله دائما أطمئن عليه ويكون بصحة جيدة إن شاء الله. تجربة بنغازي دي كان أول يمكن تجربة احترافية لي، ولما عرض عليا نادي الأهلي بنغازي أنا ما ترددتش يعني، لأن كنت محتاج في الفترة دي إن أنا أخرج خارج البلد، رغم إن الظروف هناك يمكن تكاد تكون فيها بعض القلق يعني الأمنية، ولكن الحمد لله يعني الناس هناك احتضنتني بشكل كبير جدا، وجماهير التفت حواليا بشكل كبير جدا، اللاعبين تفهموا الوضع اللي انا جاي اضيفه لنادي اهلي بنغازي، الاداريين الكل كان مساند ليا بشكل كبير جدا. الحمد لله حققنا هدف يمكن كان بعيد المنال عن اهلي بنغازي، من فتره طويله جدا اهلي بنغازي ما ظهرش على الساحه الافريقيه، الحمد لله ظهر على الساحة الإفريقية بشكل كبير جدا، تخطينا أندية كبيرة جدا، كان منهم النادي الأهلي المصري ذهابا وإيابا، الترجي في الدور الثمانية، تشيلسي في الدور التمهيدي، ودي كانت كلها عبارة عن خبرات بتتراكم لدى اللاعبين، كانوا أول مرة يشاركوا في بطولة كبرى هي بطولة الأبطال. وأعتقد يعني من استمرارية المشاركة مع المحافظة على قوامهم يعني ممكن يحققوا شيء جيد، لأنهم عندهم عناصر جيدة وعندهم روح جيدة جدا وعاوزين يتطوروا بشكل كبير. انت حضرتك مرشح بقوه على تحزيم المنتخب الاولمبي، وتم الاتفاق على كده وخلينا نحسن ده
شايفه ازاي؟ اولا ما حدش عرض عليا في موضوع المنتخب الاولمبي، كل ما اللي انا اعرفه عن المنتخبات، المنتخب الاولمبي المنتخب الاول، ان اسمي بيتحط واسمع الكلام ده على صعيد المنتخب، على الصحافه، لكن ما فيش اتصالات ولا اي حاجه من اي حد من الاتحاد، ولا اي حد من الاتحاد ولا اي حاجه، كلها اجتهادات صحفيه، ترشيحات بتضم 5 6 مدربين، وبعد كده ما فيش حاجه جديه. بالنسبة للموسم الجديد اللي هم دلوقتي خلاص قرروا ان هو مجموعة واحدة، تمام، هيبقى فرق كتير والموسم ده شيء جيد، شيء جيد طبعا، بيدي كواليتي للدوري مفيش شك، بس هيبقى مدة كبيرة، مدة طويلة فعلا ومباريات كتيرة جدا، لكن مفيش شك ده بيدي جودة بيطلع لعيبة أولا دولية جيدة، لأن أنت بتدي عدد، بتلعب في عدد 40 مباراة، وده هيثقل اللاعبين بشكل كويس جدا، ثم هيفرز بطل الدوري عن حقيقه، يعني غير انك بتلعب مباراتين وتبقى بطل بطل الدوري، لا انت النهارده بتاخد بطوله الدوري زي الدوري الانجليزي بعد ماراثون طويل جدا، كان الدوري الانجليزي يقارب يكون ان هو 20. اللاعب المصري هيستحمل الفتره دي؟ احنا لازم نعوده على كده، لازم نعوده ونحطه تحت الضغوط دي، عشان انت بتشتغل في اخراج لعيب دولي، لازم انت ازاي تطور من اداء اللاعب، احد تطوير اداء اللاعب هو عدد المباريات سواء المحلية أو الدولية. تقييمك ايه الموسم اللي فات كمجموعتين؟ أنا مبسوط إن الأول إن الدوري يعني استكمل، يعني لأن قعد سنتين الدوري ما استكملش بشكل كبير جدا وبيتلغى. فالشيء الجيد إنك استكملت الدوري. بس المجموعتين دي ما فيها سلبيات. المجموعتين أنت مضطر، يعني أنت للأسف مضطر نتيجة طبعا الظروف الأمنية اللي إحنا بنمر بيها. لدرجة إن ما فيش مشاركات طبعا للجماهير داخل المدرجات. فطبعا يعني وده شيء مؤسف، وده انا متهيألي اللي هيكون صاحب القرار في دخول المدرجات طبعا عشان يدي طمأنينة للأمن هو الجمهور، التزام الجمهور، لما الجمهور هيبقى ملتزم مفيش شك طبعا الناس، لأن المباريات بدون جمهور زي يعني بتبقى ميتة. بمناسبة الحديث عن الجمهور، المشكلة اللي هي الأخيرة دي بتاعت المستشار مرتضى مع الوايت نايتس، شايفها ازاي يعني؟ شوف يعني أنا طول عمري دايما يعني لابد إن يبقى في احترام متبادل بين الجمهور وبين الإدارات وبين اللاعبين وبين الأجهزة الفنية. للأسف في الفترة الأخيرة كان في تجاوزات كتير جدا من الجماهير أدت للي أنت الوضع اللي أنت شايفه ده. أنا أتمنى الجمهور اللي ذواق، جمهور مصر جمهور ذواق، سواء أهلاوي، زمالكاوي، اتحاداوي، اسماعيلاوي، مصراوي، أي نوع محلاوي، الجماهير الأندية اللي هي أصحاب الجماهير. دي جمهور يعني دول يعني شوف البطولة مثلا 86 التفاف الجمهور، شوف البطولة اللي حققها الكابتن حسن شحاتة هنا، شوف التفاف الجمهور، زي ما بيقول لك كده لعيب رقم 12 كان بيصنع الفارق فعلا. فالنهارده النادي الاهلي لما بيلعب بدون جمهور بيتاثر فنيا، نادي الزمالك بيلعب بدون جمهور بيتاثر، في كل الانديه اصحاب الجماهير مفيش شك لها متاثره فنيا داخل الملعب. فانا اتمنى الجماهير تتفهم ان هناك علاقه لابد ان تتميز بالاخلاقيات، لان انت بتورث ده لاجيال اولا بتتفرج عليك في التلفزيونات او بتحضر معاك في الملعب، لابد انك تراعي الكلام ده، الشعور ده. انا مش عارف مين خد افضل مدرب، يعني لا من وجهة نظري انا شايف ان الكابتن حمد صيدي وصل لمنطقه جيده جدا في التنافس على بطولتين، فاعتقد هو يمكن افضل مدرب من خارج طبعا النادي الاهلي والزمالك، يكون مدرب يكون الوصيف مش خارج قوي بس يعني لا انا قصدي يعني وصل بسموحه ان هو وصيف الدوري والممتاز، وده يعني من مده ما شفناش كده. طب ورايك في ميدو، في تجربه ميدو اللي حصل؟ والله ميدو تجربه جيده، وانا اعتقد ان ميدو استفاد بشكل كبير جدا، وعليه ان هو طالما ان هو هيخش في مجال التدريب ان هو يبقى ديت حط اساس، وعليه يبني مستقبله التدريب انه يطور نفسه بشكل كبير جدا، يطلع يدرس وما يتوقفش عند المحطه دي، بل بالعكس يحاول ان هو يخرج كمان عن بره الزمالك. والله هو الزمالك اتاح له فرصه جيده جدا، وان في الفتره اللي هو تواجد فيها حقق بطوله، الناس ممكن تكون شايفين ان هو ما حققش التارجت بتاع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، لكن انا بتكلم على صعيد ميدو شخصيا،
ده انا اعتقد اللي استفاد في المرحله اللي هو تواجد فيها هو ميدو شخصيا، اكتسب خبرات اعتقد ان هو ما كانش هيكتسبها الا لما يمارس داخل الملعب، وشاف قد ايه ان الممارسه داخل الملعب صعبه جدا، محتاجه ان التطوير في الذهن، التطوير ما بتعتمدش على اللاعب فقط لا غير، لا بالعكس محتاجه معايشات، وهو عنده فرصه جيده جدا ان هو يتعايش مع المدربين الكبار في انجلترا، في لو هو فعلا حاطط في دماغه ان هو يطور من نفسه اعتقد هيبقى من انجح المدربين لو اتعامل بجديه في الموضوع ده. طب شايف حضرتك ان ده دي فرصه نجاح ميدو مثلا، فرصه ندي شباب الموجودين فرصه المشاركه في الفورمه دي الفنيين للفريق؟ النهارده على صعيد العالم الموهبه، يعني انا دايما اقول ان في زي اللاعب ما بيكون موهوب المدرب ايضا بيكون موهوب. النهارده برضو الفلسفه اتغيرت لدى كل الانديه، النهارده الانديه في العالم كلها بتتيح فرص للمدربين معظمهم شباب، ما بيستناش لسن الستين ويكون شعره ابيض ويكون عشان يديله الفرصه، لا دلوقتي والله في الفتره الاخيره لا احنا شفنا، يعني شفنا انا لما طلعت شفنا طارق يحيى، شفنا اسماعيل يوسف، شفنا النهارده في الشرطه برضو من المدربين اللي عملوا مواسم جيده خالد القماش مع الشرطه، في اجيال متواصله يعني اجيال بتسلم اجيال، فانك تتيح الفرصه لهذه الاجيال اعتقد ان ده شيء جيد. كل ما كان اللاعب المدرب قريب من اللاعب كل ما كان الطاقات بتستخرج بشكل كبير جدا. عوده حسام، طبعا حسام مر بتجربه خبراتيه كبيره جدا سواء في على الصعيد المحلي ثم تولى الزمالك ثم خرج للأردن، ودي تجربة قوية جدا بالنسبة له، ثم يرجع للزمالك أعتقد راجع بأجواء حماسية إن شاء الله يضيف لنادي الزمالك الهدف اللي هم ما لقاهوش ممكن يكون في ميدو يلاقوه مع حسام خلال المرحلة القادمة. أنا نفسي نادي الزمالك يعود بشكل قوي منافس على جميع البطولات، ان هو من الانديه الكبيره، لما بنوسع المنافسه على البطولات زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، النهارده دخل سموحه، بكره ان شاء الله كمان يخش انبي، كمان بتروجيت كان داخل بشكل كويس جدا، الشرطه كان داخل بشكل كويس جدا، فكل ما نوسع الرقعه في التنافس كل ما بنزود الكواليتي بتاع اللعيب الدولي، يعني بيبقى عند مدرب المنتخب وماشى كتير يقدر يختار منها. بمناسبه المنتخب بقى، ايه راي حضرتك في المنتخب دلوقتي في الفتره الحاليه بتاعت كابتن شوقي غريب؟ والله شوف انا اتمنى النجاح للكابتن شوقي واتمنى النجاح للكابتن حسام، الاثنين ماسكين مدربين، اثنين منتخبين يعني بنتعشى من هم يبقوا امل مصر القادم، خاصه ان الناس في خلال مع برادلي كان في اخفاق في الخروج في البطوله الافريقيه ثم اخراج من بطوله كاس العالم، ناس متعشمه بشكل كبير جدا في كابتن شوقي غريب ان يكون على ايدين ان شاء الله الوصول للبطوله الافريقيه والمنافسه ثم اخدان الكاس مره اخرى والعوده لمنصه التتويج ثم المنافسه على انتزاع بطاقه الترشح لكاس العالم، نفسنا نشوف الكلام ده خاصه ان التاريخ بيقول ان انتزاعنا البطاقات كان على ايد مدربين مصريين زي كابتن جوهري في ترشح لكاس العالم، اتمنى يكون كمان الكلام ده على ايد كابتن شوقي غريب. كابتن حسام برضو اتمنى له التوفيق في بناء جيل، لان المنتخب الاولمبي هو مستقبل مصر في السنوات القادمه، وانا عارف ان حسام قادر على صناعه جيل ان شاء الله باذن الله المنتخب مصر بشكل كبير جدا. كان بالمناسبه برضو كان حضرتك قلت قبل كده ان طموحك كان تدريب المنتخب، لسه الطموح موجود ولا في شك؟ طبعا يعني انت كل مدرب هتساله هيقول لك انا اتمنى ان امر منتخب بلدي، ففي شك طبعا الطموح موجود، مفيش اي مساعي من اي جهه من اي حاجه حتى؟ لا انا عمري ما بسعى لتولي المكان، الحمد لله رب العالمين، بسيب العمل بتاعي والله سبحانه وتعالى ثم العمل بتاعي هو عمري ما يعني هسعى زي بيقولوا كده العلاقات العامه، الشغل شيء والعلاقات العامه شيء تاني، يعني مش يعني مش مبدئي. والله شوف الاهلي قطع شوط كبير جدا في بطوله هي يمكن غائبه كتير جدا، اتمنى ان هي تخش على ايد النادي الاهلي على الرغم ان المستوى متذبذب. ده يرجع للمدير الفني ولا مستوى الاهلي؟ هو مفيش شك انت دلوقتي عشان بتنقل من مدرب لمدرب مفيش شك بيحصل دروب، انا كنت اتمنى ان الكابتن فتحي يواصل لان الولاد وصلوا مع الكابتن فتحي لمرحله جيده، فعبال ما اللاعبين يشربوا فكر المدرب الاسباني اعتقد هياخد وقت كبير جدا، خاصه ان النادي الاهلي بيجدد في جيلته
لاعبين شباب، لاعبين من خارج النادي الاهلي، فانت الانسجام محتاج وقت، محتاجين وقت، في الوقت اللي طبعا جماهير اداره ضاغطه للحصول على البطوله كان النادي الاهلي بتبص له دايما للمصاف الاول. فالوضع ما فيش شك اتغير بشكل كبير جدا بعد الثوره، اثرت الانديه اقتصاديا، مجموعه من اللاعبين الجيدين بطلت، ما فيش لعيبه جيده جت على المستوى، اللعيبه اللي بطلت في الشكل ده عمل جاب كبير جدا في المستوى، لكن اللعيبه اللي جايه محتاجين وقت عشان تصنع جيل ممكن ينافس لمده 10 سنوات القادمه ان شاء الله، فمحتاجين وقت، محتاجين صبر. مش عارف يعني ده ممكن يقرب ولا يبعد. يعني شوف، انا سعيد ان اسمي دايما بيذكر في تدريب النادي الاهلي، يمكن المدرب الوحيد من خارج النادي الاهلي هو اللي بيتردد اسمه على صعيد الجماهير، الحمد لله رب العالمين. والحمد لله يعني ده بيزيدني ثقه، وبيزيدني الحمد لله رب العالمين ثقه في نفسي، ومن عالم ربنا يعلم الايام اللي جايه فيها ايه. والله شوف، ما فيش حد من مدربي مصر لما بيتعرض عليه النادي الاهلي هيقول لا، بالنسبه له بتبقى نقله كويسه جدا جدا. الله اعلم ايه اللي في المستقبل، ما تعرفش. طب بالنسبه للاهلي بقى، ايه رايك في موضوع احمد فتحي؟ والله شوف، انا مع وضد، يعني مع احمد فتحي ان هو يامن مستقبله، وضد ان التوقيت كان غير جيد بالنسبه له، هو يمكن عقده انتهى لكن كان النادي الاهلي محتاج له كنوع من عناصر الخبره. ولكن هو طبعا يعني لكل لاعب حر ان هو يحدد مصيره، خاصه ان فتحي وصل لمرحله كبيره جدا يعني من التقدم في العمر، 30 سنه اعتقد. لا، اختياره كمان ده قطر تحديدا، واحنا شايفين دلوقتي الامور السياسيه بين مصر وقطر مش يعني، انا طول عمري بفصل بفصل السياسه عن السياسه، لها رجالتها والرياضه لها رجالتها. بل بالعكس، طول عمرنا احنا بنتبع المقوله ان الرياضه بتصلح ما افسدته السياسه، فاتمنى ان الرياضه تلعب دور كبير جدا، وهي دايما بتلعب دور كبير جدا في تقارب الشعوب. انت شايف مثلا زمان كان الصين وامريكا مباراه هي اللي جمعت بين الشعوب، فاتمنى ان احنا نتجمع تاني كعرب يعني، ونبقى على صف واحد، ان احنا في الفتره دي فعلا محتاجين التفاف. بالنسبه للعيبه المحترفه، شايفها التجربه ازاي؟ شايف الرؤعه بتزيد الحمد لله، رؤعه اللاعبين بتزيد، شايفين في البرتغال كميه ما شاء الله، من بعد خروج محمد صلاح والنني ابتدت الانديه كمان يعني ما تغاليش في خروج اللاعبين. انا شايف برضه، سامع عن محمد ابراهيم برضه رايح البرتغال، شفت مروان محسن برضه راح البرتغال، فطالما في سويسرا في مجموعه لا باس بها زي كهربا زي النني، فاتمنى ان نشوف كده زي منتخب نيجيريا ولا كوت ديفوار اكثر من يجي مثلا 20 لاعب على الاقل. النهارده منتخب الجزائر حقق نتيجه جيده في كاس العالم، ما كانش غير لاعب محلي في القائمه اللي اختيرت لتمثيل الجزائر في كاس العالم. والله شوف، انا طول عمري يعني بفصل يعني في العمل يعني، وده طبعا راجع بالاتفاق مع الأندية، طالما المدير الفني متفرغ مطالب ان هو يتفرغ والمحلل متفرغ للتحليل، ده يعني افضلية للمدرب لان هيدي اقتناع اكتر يعني، لما هو يحصل ان هو كمدرب وعنده اخفاقات ومن ان هو بيحلل فرق اخرى وينتقدها وان يمدحها، فالناس هتنتقده في الشك، وبعدين هو كمان مفيش وقت فراغ، الناس يعني بتبص لها تنمية مادية فقط لا غير. في مدربين بيحترموا نفسهم في الموضوع ده وبيرفضوا، في مدربين بيبصوا لها بكاف، لا طبعا، مع اني في اوقات كتيرة جدا بس في اوقات الفراغ كنت بروح مع كابتن احمد شوبير ان انا احلل، بس في وقت الفراغ بس.
انا شايف ان تجربه جيده جدا، ولابد ان ندعم هذه الثقه في الحكم المصري طالما ان احنا في دوري زي ما كان بيقول استثناء. نجحت كتير جدا تجربه الحكام، نجح الدوري، وده انا شايف ان في نجاح، لابد ان ندعم هذه الثقه من مره اخرى. افضل لاعب مصري كنت شايفه افضل محترف ونصيحتك لصلاح ايه؟ انا افضل محترف وكان طبعا محمد صلاح، انصح صلاح بان هو يواصل العمل بشكل جدي، لان هو في نادي كبير نادي تشيلسي مع مدرب كبير، ويحاول ان شاء الله يضع قدم في التشكيل الاساسي، وده طبعا محتاج مجهود لان هو معاه كوكبه كبيره جدا من اللاعبين النجوم، فعليه ان هو يتنافس، لان مفيش شك لو حط رجله زي ايتو زي دروجبا من اللعيبه الافارقه اللي حط رجلها هتفرق كتير جدا جدا في مستواه، بل بالعكس هتفرق معاه كتير جدا ماديا فنيا، هيتنقل نقله كبيره جدا. شايف مباراه السوبر ازاي؟ انا شايف مباراه السوبر اولا مسؤوليه عن ناديين بشكل كبير جدا، لان ده نجاح هيدي مدلول كبير جدا على نجاح الدوري ان شاء الله، خاصه ان السوبر بين الفرقتين الكبار الاهلي والزمالك، فاتمنى انه يطلع ناجح فنيا اخلاقيا، انا يمكن باكد على ده، روحيا بين التيم بين الفرقتين، وان ننسى العصبيه بشكل كبير جدا. نفسي ان الفريق المهزوم يهني الفريق الكسبان، الفريق الكسبان يهني الفريق المهزوم، ديت التنافس داخل المستطيل الاخضر، لكن خارج المستطيل الاخضر يعني ندي صوره جيده جدا للكره المصريه والتعامل المصري كلاعبين، يعني خاصه ان شايف دلوقتي كمان ان كل القنوات سواء العربيه او العالميه بتبتدي تنقل هذا الحدث الكبير ان شاء الله ليعبر عن مصر في الفتره الاخيره. ممكن السنه الجايه ان شاء الله نشوف انبي في مباراه السوبر. والله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني احنا هنجتهد وبعلى الله سبحانه وتعالى.